السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك مع مروة غنيم. موضوعنا اليوم عن الكلى. زي ما احنا عارفين إن الكلى هي أساس جسم الإنسان، بتعمل الكلى على إدارة تخليص جسم الإنسان من كافة السموم، كما تعمل على تنظيم السوائل، وبتعمل على موازنة المعادن، وبتعمل على تنقية الدم كل 30 دقيقة. هنتعرف أكتر عن الكلى، أهميتها ووظائفها داخل جسم الإنسان، باستضافة الدكتور خالد أبو زيد، استشاري أمراض الكلى ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بمستشفى غسان نجيب فرعون. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. قبل ما أقابل حضرتك كنت قريت كم معلومة كده عن الكلى، منها أن تجديد الدم، تنقية الدم بتبقى كل 30 دقيقة. دي المعلومة الأولى. المعلومة الثانية أن استطاع بعض الباحثون باختراع حاجة بديلة للكلى بتقوم بنفس وظيفة الكلى في الجسم، فكنت عايزة أعرف مدى صحة المعلومتين من حضرتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بخصوص موضوع تنقية الدم كل 30 دقيقة، هي المعلومة في الحقيقة غير دقيقة. الدم بيمر على الكلى كل 5 دقائق. احنا عندنا 5 لتر دم القلب بيضخهم بصورة دائمة ومستمرة في الدورة الدموية عشان يوصل الأكسجين والتغذية لكل أعضاء الجسم ولكل الخلايا، من أول المخ لغاية أخمص القدم. الدم ده بيمر على الكلى كل 5 دقائق ليتم عملية تنقية لمرة كل 5 دقائق. لو حسبنا كمية الاستخلاص والاستصفاء اللي بتتم للدم على مدار ال 24 ساعة بتوصل في إجماليها 180 لتر. أي أن الدم بيدخل الكلى ويخرج منها في اليوم مرات متعددة، بيترشح الدم ويعاد امتصاص كل المكونات بتاعة الدم مرة تانية داخل أنابيب الكلى وداخل النسيج الكلوي بكل ما تحمله من سوائل وبلازما وإنزيمات وأملاح بلا خلايا، أي أن الخلايا لا تمر عن طريق المرشح بتاع الكلى، لكن كل الأشياء الأخرى بتمر وبيعاد امتصاصها مرة تانية. إذا مرت الخلايا الدم أو الزلال عن طريق البول ولم يستعاد امتصاصها مرة تانية، بيبقى معناها إن في مشكلة حصلت في الكلى، مشكلة حصلت في النسيج، في الكوبيبات بتاعة الكلى، أو في الكهرباء الخاصة بالمرشح أو الفلتر بتاع الكلى. وعلشان يتم عملية استخلاص لكل السموم اللي موجودة في الدم، لابد من عملية الاستصفاء للدم على مدار ال 24 ساعة، حتى واحنا نايمين بيتم الدم بيدخل عن طريق الكلى، يدخل عن طريق الدورة الدموية للكلى ويعاد امتصاصه مرة تانية. بالنسبة للجهاز اللي اخترعه العلماء في الوقت الحالي للقيام بالوظيفة البديلة عن الكلى، هو بالفعل فيه محاولات يعني شديدة جدا وقوية جدا، وفي معامل متعددة على مستوى العالم لإنتاج حاجة زي الشيب بتاع الكمبيوتر، فيها فلتر معين بيعمل حاجة اسمها اوتو ريجينيريشن، بيعيد تجديد نفسه، بيتوصل بالشرايين والأوردة الدموية، بيمر به الدم زي ما بيمر على الكلى ليعاد استصفاء العملية للقيام بعملية استصفاء وتنقية للكلى من السموم اللي موجودة بيها، وعن طريق زرع خلايا معينة. الخلايا دي جاية من الستيم سيل اللي هي الخلايا الجذعية اللي هي بتمثل الخلايا الممثلة للكلى، ولكن إلى الآن لم يتم تطبيق هذا عمليا بالشكل الناجح. وإن يكون في بعض الأخبار بتنم عن إن بدأ يتم زراعة مثل هذه الشيبس عند بعض المرضى وبتدي بعض النتائج اللي قد تعطي أمل لمعظم مرضى الكلى في المستقبل إن شاء الله ليكون هناك بديل عن الغسيل الكلى وزراعة الكلى. تمام. طيب بالنسبة للأدوية بتاعة التخسيس، بتاعة الجيم، بعض الشباب بياخدوا بعض العلاجات أو المكملات في الجيم. طبعا الكلى زي ما عرفنا لها وظائف متعددة. الوظيفة الأولى استخراج السموم من الجسم، تنظيم السوائل والأملاح المعدنية في الجسم، تنظيم السكر والضغط، وإنتاج الهرمون اللازم لتصنيع الدم. فالكلى لها وظائف متعددة وكثيرة بنعرفها في الحقيقة لما بنفقد جزء من وظيفة الكلى أو نفقد الوظيفة كاملة. لما بيحصل فقدان للوظيفة سواء كاملة أو جزئيا بنفقد مثل هذه الوظائف، مثل تجميع السوائل، اختلال في الأملاح المعدنية منها البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفيت، اختلال الهرمونات، نقص في الدم، هشاشة في العظام،
اختلال في العلاقه ما بين الكالسيوم والفوسفات والغده الجردرقيه، اي انه بيتم اختلال كامل في كل في معظم اجهزه الجسم، مما يؤثر على القلب والاوعيه الدمويه والمخ والرئه ومعظم اجهزه الجسم بتتاثر لما بيحصل فشل كلوي. في الحقيقه مهم جدا جدا ان احنا نحافظ على الكلى انها تكون شغاله. ازاي يتم الكلام ده في الحقيقه؟ طبعا الناس اللي هم معروفين اللي هم الهاي ريسك اللي عندهم مشاكل بالفعل ممكن تؤثر على الكلى في المستقبل زي السكر والضغط والوزن الزايد واللي عندهم بعض الامراض المناعيه زي الذئبه الحمراء او الروماتويد او الروماتيزم وخلافه، مثل هؤلاء الناس لابد لهم من المتابعه الدوريه مع اختصاصيين الكلى للحفاظ على الكلى من تأثيرات الأمراض ومن تأثيرات الأدوية المستخدمة لعلاج مثل هذه الأمراض. في الحقيقة الأشياء اللي ملناش مبرر فيها واللي بيكون لها أثر سلبي على الكلى بشكل قوي جدا، منها الأدوية اللي بتستعمل في الجيم، الأدوية المستعملة للتخسيس مثل زي الكرياتين والأمينو أسيد والديكاديورابولين والجروس هرمون وخلافه، وكل يوم في الحقيقة بنكتشف إن الناس بتستخدم مثل هذه الأشياء بشكل مبالغ فيه وبشكل ليس له اي داعي طبي، ولكن لمجرد ان هم يعملوا بناء للعضلات بشكل سريع. وده في الحقيقه وجد كل الدراسات الطبيه بتؤكد دلوقتي ان مثل هذه الاشياء لها تاثير سلبي على الكلى وعلى وظائفها في المستقبل. وفي الحقيقه احنا عمليا بنواجه مثل هذه الحالات بشكل يومي في المستشفيات. وبنؤكد على كل من يعني يقوم بمثل هذه التعاطي مثل هذه الأدوية أو مثل البروتين الزائد أو خلافه إن هم يمتنعوا عن هذا، وإنه قبل أن يبدأ في مثل هذه الأشياء إنه يراجع الطبيب بتاعه عشان يعرف منه هل يمكن إنه يستخدم مثل هذه الأشياء ولا لا. في الحقيقة أثر هذه الأشياء لا يقل خطورة وضرر على الكلى زيه زي المسكنات والمضادات الحيوية اللي ممكن تؤثر على الكلى بشكل سلبي وتؤدي للأسف الشديد في النهاية إلى فشل كلوي والاستمرار على الغسيل فيما بعد أو الاحتياج لزراعة الكلى نتيجة لاستعمال مثل هذه الأشياء الضارة، واللجوء إلى بعض الوصفات الطبية من غير المتخصصين وبالذات مثل بعض المقاطع اللي بتبقى موجودة على اليوتيوب أو المعلومات اللي بتبقى موجودة على جوجل أو غيره، وفي الحقيقة وبتنزل بشكل غير مدروس وغير يعني مصرح به بشكل طبي بشكل دقيق، وبالتالي بيكون له أثار سلبية على صحة الناس في المستقبل. فمهم جدا إن احنا نعيش حياة طبيعية والبعد عن الأدوية والمسكنات والأعشاب الضارة والاضافات من البروتين والديكاديرابولين وخلافه اللي ممكن تضر بصحتنا، ده شيء مهم جدا في حياتنا. طيب انا لاحظت ان برضو المواقع اللي انا دخلتها كانت مواقع طبيه، على كده احنا بننصح حتى المواقع الطبيه ما بتقولش المعلومات صحيحه، ما نعتمدش حتى على المواقع الطبيه. في الحقيقه من الممارسات الخاطئه اللي بقينا نواجهها في حياتنا بشكل كبير جدا، وبقى شكل فيه نوع من انواع الاجهاد بالنسبه لحتى الاطباء، ان كل واحد رايح المستشفى دلوقتي بقى يقرا كلمتين على جوجل او بيقرا كلمتين على اليوتيوب ورايح يكلم الدكتور من منطلق انه خلاص درس طب وعارف المعلومات. انا قريت كلمتين قبل ما اقابلك. هو وللاسف الشديد ده اللي بيحصل مع تقريبا 90% من المرضى اللي بيروحوا المستشفيات في الوقت الحالي. المعلومات الطبيه ليست بهذه السهوله ولا بهذا اليسر. المعلومات الطبيه الخاصه بصحتنا العامه تتعلق باشياء بسيطه جدا اللي هي نشرب ميه بما فيه الكفايه، لا نفرط في الاطعمه، ان احنا ننام بشكل مناسب اللي يتناسب مع حياتنا ومع صحتنا، الرياضه شيء مهم جدا في حياتنا، البعد عن كل ما يضر الجسم من افراط في الاطعمه وافراط في الادويه وخلافه، كل دي قواعد طبيه بسيطه وسهله جدا اللي يعني موجوده في الايه القرانيه بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني بمنتهى البساطه واليسر والسهوله، وان حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. فمثل هذه الايه القرانيه والحديث ضمت كل هذه القواعد الطبيه الصحيحه لاي بني ادم سليم. وفي النهايه حتى البني ادم المريض احنا بننصحه في النهايه بالبعد عن الافراط في الاطعمه والبعد عن ما يضر الجزء المتبقي من وظيفه كليته او خلافه لكي نحافظ على الجزء المتبقي من وظيفه الكلى اطول فتره ممكن. وبالتالي انا لا انصح الناس بانها تلجا لمثل هذه المعلومات المنقوصه والغير دقيقه واللي قد تكون حقيقيه ودقيقه ولكن مفهومها بيكون غلط.
بيكون اللي قراها قراها بشكل خاطئ، وبالتالي المفروض انه يلجأ للطبيب اللي هو عنده الخبرة الكافية وعنده المعلومات الكافية الحقيقية والمدروسة اللي ممكن يعني يكون عنده الثقة في التعامل معاه ويحصل منه على مثل هذه المعلومات. طيب بالنسبة نرجع لنقطة شرب المياه، زي أشعة الصبغة اللي بنتعرض ليها بعض الناس، بينصح الأخصائي إن احنا نشرب مياه بكمية كبيرة، وبرضه نرجع تاني للعلاجات ومكملات بتاعة الجيم، برضه كان المتخصص في الأماكن اللي زي دي بيقول احنا ممكن نحمي الكلى بشرب المياه بكمية كبيرة، هل شرب المياه كفيل إن هو يحمينا من المشكلة بتاعة أي أضرار للكلى ولا مش فارقة؟ طبعا سؤال حضرتك سؤال جميل جدا. شرب المياه شيء مهم جدا، ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. حقيقي المياه مهمه جدا بالنسبه للكلى، كما انها مهمه جدا بالنسبه للبشره وللقلب وللشرايين ولكل الترويه الخاصه بكل اجزاء الجسم. فالمياه في غايه الاهميه، والمياه الكافيه في الحقيقه هي المياه اللي تخلينا ندخل الحمام بالليل على الاقل مره او مرتين، لان احنا ممكن نشرب مياه ولكن نتعرض للعرق وبالتالي الكلى ما استفادتش منه حاجه. فشرب المياه شيء مهم جدا، ولابد ان احنا نجعل ديداننا في الحياه ان احنا دائما بنشرب كميه معينه من المياه او كميه كافيه من المياه اللي تكون كافيه عشان صحه جسمنا. استخدام السوائل والمياه لحمايه الجسم من ولحمايه الكليه بالذات من الصبغه ومن الادويه الضاره ده امر مهم جدا وطبيعي وبديهي، لان كل ما شربنا كميه من المياه كل ما خففنا تاثير مثل هذه المواد على الكلى، الانسجه بتاعه الكلى وعلى الشرايين الخاصه بالكلى. وبالتالي شرب المياه امر مهم جدا واساسي، وحتى احنا في المجال الطبي على في المجال العملي داخل المستشفى لما بيكون عندنا مريض عنده خطوره للتعرض للصبغه بنحطه على سوائل كتيره جزء كبير جدا من السوائل، ونخفف كميه الصبغه ونقلل ونغير نوعها عشان خاطر ما تبقاش لها تاثير على الكلى. وبالتالي مهم جدا شرب المياه. طيب شرب المياه هل ينفع يكون اخر اليوم، ولا في ناس بتشتغل طول الوقت بره البيت فممكن من اخر اليوم اشرب الكميه الكافيه قبل النوم؟ طبعا سؤال حضرتك مهم، لان في ناس حتى ما بتقولش قبل النوم، في ناس كتير يقول انا هشرب ميه كتير على الريق عشان خاطر اخس. مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها ان انا بقسم الميه على مدار اليوم، لان انا محتاج الميه على مدار اليوم، لان كليتي محتاجه، لان الدوره الدمويه محتاجه تبقى مليانه ميه على مدار اليوم. كل اوعيه اعضاء الجسم محتاجه ترويه صحيحه وسليمه وبنسبه مقبوله على مدار اليوم. وبالتالي ما ينفعش ان انا اجمع المياه زي بعض الناس لما بيبقى عنده اصناف كتير من الادويه بيجمعها كلها وياخدها مره واحده. مفيش حاجه برضه اسمها كده، المفروض احنا بنقسم الادويه على مدار اليوم بالشكل اللي يتناسب مع احنا بناخدها ليه وعشان ايه وباي طريقه. وبالتالي ده امور مهمه جدا ان احنا ما نجمعش المياه، كما ان احنا ما نجمعش الادويه على كما ان احنا ما ناكلش مره واحده كميه كبيره جدا من الاكل يحصل لنا تخمه منها وبالتالي بيحصل سمنه وندخل في قضيه كبيره جدا سكر وضغط واختلال في كل شيء في جسمنا نتيجه ان احنا بناكل مره واحده برضو على مدار اليوم. ناكل كميات خفيفه، البعد عن الحاجات طبعا اللي هي الفاست فودز، ده مهم جدا جدا جدا، لان في الحقيقه من اهم المشاكل اللي بتواجه الناس في الوقت الحالي وبتواجه الصحه في الوقت الحالي هي السمنه المفرطه. السمنه المفرطه بيترتب عليها سكر وارتفاع في الضغط واختلال في كل الاملاح المعدنيه في الجسم والدهون، مما يؤثر على الكلى سلبا ويؤثر على القلب والشرايين الاوعيه الدمويه والمخ. طيب انت نورتني يا دكتور، استفدت منك كتير عكس اللي قريته طبعا. لازم يكون في بيننا سلسله حلقات ان شاء الله، ونشوفك في حلقه ثانيه ان شاء الله. دكتور خالد ابو زيد استشاري امراض الكلى ورئيس قسم امراض وزراعه الكلى بمستشفى غسان نجيب فرعون، نورتني. شكرا لحضرتك. عندما يتعلق الأمر بصحة مجتمع فنسعى جاهدين من أجل الوصول إلى أرقى المستويات الطبية والعلمية للوصول بالمجتمع إلى بيئة صحية مثالية من خلال مجموعة مستشفيات غسان نجيب فرعون، إحدى مؤسسات مجموعة علاج الطبية الرائدة بدول الخليج وإفريقيا. مستشفى الدكتور غسان نجيب فرعون هي إحدى المستشفيات المتميزة والرائدة في المجال الطبي بالمملكة، وأكثر من 50 عاماً من الخبرة والريادة، وتوفر العلاج للمرضى من قبل طاقم طبي وتمريض متخصص ذو كفاءة عالية. ومن خلال خدماتنا المتكاملة نقدم أحدث المعدات الطبية ونؤمن للمريض الأمان والراحة والعناية التي يحتاج إليها. وتضم مستشفى الدكتور غسان نجيب فرعون
130 سريراً و80 عيادة طبية لكل التخصصات وقسم طوارئ على مدار الساعة وعناية مركزة بأعلى المعايير العالمية وعناية مركزة للأطفال وحديث الولادة. وهذه الوحدة مجهزة لتوفير الرعاية الصحية للمريض ويعمل عليها طاقم طبي مؤهل ومتخصص وغرف ولادة بدون ألم ومناظير الجهاز الهضمي التشخيصية والعلاجية ومركز القلب والأوعية الدموية ويضم أحدث أجهزة القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح. قسم أمراض الكلى يعد هذا القسم مركزاً متكاملاً لرعاية المصابين لما يمتلكه من كفاءات عالية التأهيل. مركز العلاج الطبيعي تمتاز خدمة العلاج الطبيعي بمستشفى الدكتور غسان نجيب فرعون بمستوى الجودة العالية الذي يقدمه طاقم من أفضل المتخصصين. قسم الأشعة يهدف هذا القسم إلى توفير أعلى مستوى من خدمات التصوير التشخيصي. قسم المختبرات الطبية يعد قسم المختبرات من أهم الأقسام الطبية والتي لها دور كبير في الكشف عن الأمراض وتشخيصها. قسم العمليات ويضم 7 غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة لإجراء كافة العمليات الجراحية مثل جراحات السمنة والتجميل وجراحات العظام والمخ والأعصاب وجراحات القلب المفتوح وعمليات العمود الفقري. كما تتوفر وحدة الأشعة التداخلية والتي تعمل على إجراء كافة العمليات بدون تدخل جراحي وبدون تخدير. نحن نسعى جاهدين لتطوير الخدمات الطبية في المملكة بطريقة تؤثر إيجابياً في حياة المجتمع. مجموعة مستشفيات الدكتور غسان نجيب فرعون. السلام عليكم، رجعت لكم تاني معايا دكتور ابراهيم محمد الانيس طبيب جراحه بمستشفى غسان نجيب فرعون. اهلا يا دكتور. مرحبا، نورتني. عكس نورك والله. عايز اسالك ايه الاعراض اللي بعدها بيذهب المريض لطبيب جراحه؟ عاده ما في عرض او علامه معينه ممكن نقول ان هي حاله جراحه مباشره من يعني شخص عامي. عاده المريض بيروح لطبيب عام بشكل روتيني او سنوي او عن طريق الطوارئ. الطبيب بيقوم يعني بعض التحاليل الدم، بعض الاشعاعات، من بعدها يعمل كونفيرم او تاكيد ان هاي الحاله فعلا تستدعي تدخل جراحي. هي كان رقم واحد. رقم اثنين، حتى التدخل الجراحي يكون كحل اخير، ما بيكون كحل بدائي. نحن بنعطي فرصه للمريض انه يتعالج بالعلاج بالحبوب، بنعطي فرصه. اذا لا سمح الله لا تحسن، ما في اي تدرج في التحسن، حتى ممكن نخلي الجراحه كحل. لكن مبدئيا لازم يشيد الطبيب العام يطلب فحوصات واشعاعات، بعد كده نقول هي حاله جراحه فعلا. تمام. طيب هل ممكن لمريض موجه لعمليه جراحيه بالفعل، هل ممكن استبدال العمليه الجراحيه باشعه تداخليه او منظار او غيره؟ عاده لكل مريض او كل مرض عفوا ستيب لاين مانجمنت، يكون في فيرست ستيب لاين، سكند لاين، ثيرد لاين. التدخل الجراحي زي ما قلت انا اخر حل. يكون في بعض مثلا حتى الاورام يكون نبدا احد بالكيموثيرابي مثلا او الراديوثيرابي. اذا تحسن اختفى الورم او اختفى المرض، احنا هون نضغط التدخل الجراحي. لا سمح الله حصل اكستنت، حصل توسع في المرض، لا هون نخلي الجراحه حل. لكن كمنظار ممكن نتبدلها بالجراحه، لا، في فيرست او سكند او ستيب لاين يعتمد على كل مرض. وزي ما قلت الجراحه هو حل اخير، هو حل في البدايه بيكون عادي. طب ايه النصيحه اللي ممكن تنصحها لاي مريض قبل دخول عمليه جراحيه؟ هي النقطه انا كثير بواجهها وكثير يعني فرصه كويس انك سالتيها. بعض المرضى بيخفوا يعني وجود بعض الحالات عندهم، مثل حالات الامراض النفسيه، التدخين، كون عمل عمليه من قبل، لانه التخدير والادويه اللي ممكن نعطيه هي بعد العمليه بتتعارض مع الادويه اللي ممكن ياخذها قبل العمليه. مثلا بعض ادويه الاكتئاب، بعض ادويه الشيزوفرينيا او اي مرض نفسي بيكون بياخذها وبيتخفى عنها. لما نعطي ادويه التخدير او بعض العمليه بنلاقي مقاومه، ما بنلاقي نفس النتيجه احنا متوقعينها. فهون احنا ندخل في حاله كونفيوز، حاله عدم وضوح، ليش المريض هذا يتكتم على هذا الشيء؟ هي رقم واحد. اثنين، بعض العمليات الجراحيه مثلا المريض عامل منظار ازاله مراره، دخلنا له الان حاله تكميم، بتكون وجود عنده التصاقات كثيره. فاحنا نتفاجئ انه عامل شيء ما حكى لنا اياه هلا. فانا بنصح لاي مريض
يعني داخل انت عمليه يعني هذا حل مش هين، لازم تكون واضح في كل اجوبتك مع الدكتور، من تدخين، من استخدام ادويه، من حالات من قبل دخلت فيها، كون واضح، لانه صراحه احنا كمان نحرج وانت حتتحرج معنا. فنصيحتي بس كون صريح وواضح، وفي النهايه هذه اسرار بينك وبين الدكتور، يعني في النهايه امانه عند الطبيب، اسرارك مكتوبه في الملف ما احد بيطلع عليها الا المسؤول الشخصي الدكتور. تمام، شكرا لمعلوماتك يا دكتور، نورتني. العفو والله. دكتور ابراهيم محمد الانيس، طبيب جراحه بمستشفى غسان نجيب فرعون. مرحب فيك، نورتني يا دكتور. على راسي والله، اهلا وسهلا.